تدلي على استراتيجية الجزائرية لمكافحة هذا الوباء. أول شيء نشكرهم على حضوركم اللي يدل على اهتمامكم بالنسبة للموضوع اليوم، وهو موضوع بالنسبة للأمراض المعدية، وبالخصوص بالنسبة للمرض المعدي اللي انتشر في العالم كله وانتشر في الجزائر منذ 25 فبراير 2020 أول إصابة، وبعد كان فيه أجنبي وبعد غادر البلاد، وبعد في مارس أصبح المرض هذا في البليدة والجزائر بعد العسكر وسقها راس، وبعد انتشر في كل الوطن ومدة سنتين. وإحنا نواجهه في هذا الجائحة لأنها عالمية، وكان عندنا تخوف كبير لأن كانت عندنا صور ومعلومات بالنسبة لبعض الدول، وتتذكروا ونذكركم في البيرو، وذكركم في إيطاليا، وذكركم في بعض الدول اللي متقدمة وعندها قطاع صحي قوي وعندها إمكانيات وعندها ميزانية قوية بالنسبة للصحة، وكانت الحالة سيئة جدا جدا. حتى إحنا عندنا نفس الشيء، كان عندنا عدد إصابات والوفيات. وبالمناسبة هذه فرصة، وكل كان دقيقة صمت بالنسبة لكل من فقدناهم كزملاء قطاع الصحي وكل الجزائريين، وكل رب يرحمهم ويتقبلهم في جنته إن شاء الله. أما بالنسبة لاستراتيجية سيدتي، هذا وباء جديد ما كانش عندنا استراتيجية في البداية. من هل تعرفي من كان يعلم في بداية 2000 حتى المرض هذا بدأ في يقال في أكتوبر 2019، من كان عنده أي معلومة بالنسبة لهذا المرض؟ كنا نقرأ شيء اليوم ونقول المعاكس غدوة، وعاودنا حققنا وشفنا الإجراءات متاعنا وحتى التعليمات الوزارية من طرف المجلس العلمي بالنسبة للدواء. كنا نغير دواء ودرنا دواء وغيرنا دواء وغيرنا العلاج وكلش، هذا تطبيقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة، تطبيقا لخبراء الجزائريين. كنا كل مجلس علمي نستضيف الأساتذة والزملاء من الطب الداخلي، من تخدير الريانيماتور، إنعاش أكسيت إنعاش في أمراض الدم، لأن مع البداية كنا نقولوا بأن هذا مرض داخل الرئتين، تنفس في الجهاز التنفسي، وبعد أصبح مرض في الدم، وأصبح مرض في يدير تخطر الدم واشياء عديدة. والله سيداتي لما نشوف احنا العمل اللي داروه الزملاء كلهم كشبه طبيين وممرضين واللي يساعدونا، كل الوزارات وكل الأصناف اللي ساعدتنا في الحماية المدنية وكلش، لما تخلصنا من هذا الوباء إن شاء الله، لما الوضع حاله في استمرار بعدد قليل جدا 4 8 6 10 إصابات بالنسبة ل 45 مليون جزائري، لكن اللي يهمنا كثير هو الوفيات صفر منذ أشهر. إحنا مدير العام للحماية المدنية قال في يوم واحد ضيعنا 25 وفيات في البحر، يوم واحد 5 كويات كلهم صغار. نعرف اللي حتى وعندنا الوفيات لما نقارنها بوفيات بسكتة قلبية أو وفيات بأسباب أخرى، حوادث المرور طبعا. إذا تبعنا توصيات الخبراء، تواصلنا في قراءة الخبرة الدولية بالنسبة للمنظمة العالمية للصحة بالنسبة للخبراء في العالم، نظمنا نفوسنا وتعاملنا مع الزملاء. يقول الأستاذ فرار هناك ضرب المياه أستريسيون راح، كل مرة نغير لهم الجو حاليا الحمد لله. لكن المهم جدا رغم كل ما ضيعنا وفيات ورغم كل شيء حصلنا على تجربة، وهذه ظهرت أن قطاعنا رغم ما يقال إحنا نقول ونكرر الحمد لله، كل شيء يحتاج تصحيح، كل شيء يحتاج يزيد يتحسن أكثر في كل الميادين، حتى طرقنا، حتى عملنا في كل شيء، مازال
مازال رانا نعمل ان شاء الله باش نحصل على معطيات اللي نكونوا نصبحوا كما الدول المتقدمه. اما بالنسبه للقطاع الصحي قلنا نجيبوا الكمامات من الصين ولا نبعثوا طائرات من تاع الدفاع الجوي طائرات إيليوشي ويركوسي سونتون دو يروحوا حتى للصين باش يجيبوا الكمامات. اصبحنا احنا كمامات نديروهم احسن نوعيه ونصدروهم. بالنسبه للدول نفس الشيء، بالنسبه للاسرى نفس الشيء، حقنا حتى 16,000 مريض داخل المستشفيات. امس 17 مريض داخل المستشفيات في الجزائر كلها الا ثلاثه في الجزائر العاصمه. جهاز المستشفيات بالجهاز التنفسي الاصطناعي بالمولدات الاكسجين بالكونسنتراتور مكثفات. الاطباء اصبحوا كل الاطباء او اطباء خاصون او اطباء اختصاصيون كلهم حصلوا على تجربه. نظمنا نفوسنا ان شاء الله ما يكون والو اذا حتى شوفوا الموجه الرابعه، الموجه الرابعه جات خفيفه وزاد ساعدنا هذه المتحور هذاك او الميكرو هذاك كان خفيف لكن نظمنا نفوسنا بالنسبة للمستشفيات، بالنسبة للأقصائيات، بالنسبة للأدوية. الجزائر لما نشوف معطياتنا احنا، لما نشوف نقارن نفوسنا مع الدول المتقدمة وقطاعنا الصحي وزملائنا في كل ميادين، نصبح بأقل من 300,000 إصابة، أقل من 7,000 وفيات. حتى وبالطبع لما تكون وفاة واحدة نتأسفوا، لكن الله غالب هذا مر وقت. احنا نصبح دول متقدمة في مرتبة لباس، ونصبح بالنسبة للدول اللي عندهم نفس القطاع الصحي يتماشى معنا أحسن، وبالنسبة للدول الأخرى أحسن. نعمل أكثر ونعمل أحسن، وقطاعنا الحمد لله لباس به، واستراتيجية اللي درناها أعطت ثمارها. أصبحنا في هذا الوقت، وإن شاء الله مادام نعمل وأنتم معنا لأن فيه ثمن العمل نتاعكم بالنسبة للإحساس، بالنسبة لتعطيو الأخبار المليحة. كي تكون ماشي مليحة معليش، بصح حنا باش نشجعوا الناس، حنا نحتاجوا الأخبار الصحيحة، صحيحة موش الصحيحة الحقيقة، الحقيقة.
لا لا هو باش نشجعوا لان كاين عندنا عمل كيكون وباء ويكون خطر كبير بالنسبه للبلاد وحتى في الحرب نعطوا الاخبار نشجع طلع المعنويات اللي يدير الحقيقه من الجانب اما الشيء اللي ما نقدروش ما نقدروش لكن ان شاء الله نخدموا باش نقدر على كل شيء. سيد الوزير اليوم المجلس العلمي راح يجتمع بخصوص احتمال الغاء الجواز الصحي هل من جديد؟ سيداتي منذ مارس 2020 في مجلس علمي تجسيدا لتعليمات سيد رئيس الجمهورية مجلس علمي مكون بإطارات في قطاع الصحة منهم أستاذ كورا هو مكلف بالبريفونسيون وفي عدد من الخبراء طبعا يكون عدد يكون كثير لأن احنا اخترنا عدد من اختصاصات عديدة وكنا نتواصلوا مع زملائنا وتنقلنا أكثر من 40 ولاية نقلت أنا في طائرة خاصة متيندو في التبساني لنتعامل مع زملائنا باش نعطيو لهم التوصيات الأخيرة بالنسبة للدواء وبالنسبة وكذلك في إطار تضامني لازم الوزارة أو الوزير يتنقل مع زملائنا اللي تعبين نتعاملوا معهم لما نديروا زيارة وبعد نديروا عمل داخل القاعة نتاع الولاية إلا مع الأطباء والزملاء الخبراء في الأمراض نتناقشوا معهم ونصحوا أمورنا. هذا المجلس العلمي مازال متواصل لما كنا في حالة شديدة كنا كل يوم حتى من نهار الجمعة نتلقى أمر أصبح في حالة استقرار استقرارية وفي حالة الحمد لله مرضية احنا رانا كان في حتى بالنسبة لهذا الطرف هذا يا واسمو جدري الإرادة نفس الشيء نتعامل معاه وحاضرين نفوسنا بالطبع اليوم ككل أسبوع موضوع اليوم فيه أول شيء بالنسبة لدخول الجزائر احنا ما زلنا نطلب أو لابي سي آر أو الفاكسان اليوم نتناقشوا ما نقولكمش واش رايح ندير لأن الوزير يتعامل مع واش يقولوا الخبراء ما عنديش كلمة زينة لأن نطبق الشيء اللي نتعاملوا معاه لأن الخبراء تفاهموا كامل نراسلوا الوزارة الأولى وسيد رئيس الجمهورية على واش طلب إن شاء الله ندرسوا لأن رحت انا يلو بس المنظمة العالمية للصحة قاعة وعدد كبير من وزراء وكلش ما فيه لكن ما لا إجراءات لحتى شيء وحتى بالنسبة للمطارات العالم تركوا هذا الكمامة وكلش راح يطبقوا الفرصة حسب ما يجري دا في العالم وحسب صلاح حسب اختصاصاتنا احنا كذلك إذا ندرسوا هذا الموضوع لأننا رانا نشوفوا الجزائريين في مطارات الخارج راهم يخلصوا في المخابر نتاع الخارج لما نشوف احنا عدد الاصابات في الجزائريين او داخل الجزائريين قليل جدا. الموضوع الثاني هو بالنسبه لحجاجنا اللي غادروا لما يعاودوا يرجعوا يلزم يتعاملوا مع بعض هل يكون فيه اجراءات؟ ما قلتش يكون فيه لن تعاملوا هل يكون فيه اجراءات هل بعد رجوعهم وبعد ما تلاقاوا مع شعوب اخرى من دول اخرى ممكن او ممكن احنا لا يقدر ربي جينا معلومات ان عاود انتشر الوباء في السعوديه بسبب كثافه اذا ناخذ الاحتياطات احنا راح ناخذ احتياطات اليوم على الخبراء قال نحضروا نفوسنا ونقعدوا حارسين ونسمعوا كل اخبار بالنسبه للوضع الوبائي في السعوديه اذا كان في عدد كبير ممكن ناخذ احتياطات بالنسبه لهم. إذا هذا الموضوع الثاني، الموضوع الثالث بالنسبة للدخول المدرسي 2022 هل يكون فيه مخطط أو برنامج أو إجراءات وقائية بالطبع؟ هل تكون فيه مع الدخول المدرسي؟ هذا كامل ندرسوهم هل فيه موضوع ألعاب البحر؟ أي بالنسبة للألعاب إحنا خذينا كل الاحتياطات بالنسبة للألعاب البحر الأبيض المتوسط فيه إجراءات، فيه مراكز صحية، فيه مراقبة، فيه عمل. بالنسبة للألعاب ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبالنسبة للموعد المهم جدا في نوفمبر هو القمة العربية نفس الشيء. أمس بعثت وفد من الأطباء فيه أمراض القلب و لا ريانيماسيون
إنعاش، ومدير المؤسسة الصحية الأستاذ رحال زاروا السي بي سي وزاروا الأماكن وين يكونوا فيها الضيوف نتاعنا باش نديروا مقرات ثم في أطباء ستة وأكثر، قريب من 40 سيارة إسعاف بعض الحماية المدنية الإجراءات عادية، لأن الجزائر عندها تجربة في الماضي لما تستضيف عدد كبير أو مؤتمر فيه نسيج صحي، احنا رايحين نخرجوا احنا عندنا كل هذا مخدوم ومطبق من اللي سبقوني ليس تبع لي. هل احنا نعاود؟ قال عندنا
مسؤول عنده عمل في وزارته ولازم يعاود يروح، وانا نتمنى نروح نزور باش نشجع باش نشوف اشياء مرضيه. زيارات اكثر بيداغوجيك والله، ما انا شخصيا ولا كوزير باش تنهي مهام مدير، هذا انا بالنسبه لي نقرا حتى بالنسبه لي كفشل ولا كشيء. لكن الغلب لما تشوف بعد عدة أشهر وحنا نتعامل معاهم، قلت لهم نعمل مع بعض باش القطاع الصحي راني نقرأ، وأنا كمواطن راني نشوف مازال حسن الاستقبال ومازالت النظافة ومازالت حتى المرضى الأطباء اللي يديروا مداومة لما تزور القاعة البيت الغرفة وين ينوموا فيها، ولا تشوف الأكل نتاعهم، ولا تشوف الاستقبال مازال. إذا هذه جعلتني لازم نروح، لا ماهوش نروح باش نواسي، نروح باش نشوف، شوف الحقيقة حتى هو المعطيات اللي ترسل لي ممكن لازم نشوف خير. نقول لك صراحة لما نذهب إلى مكان ماهوش نذهب باش نذهب، إلا إذا شفت بالطبع أشياء لازم أمثلة، لازم لما نروح تقول لي قسنطينة، إيش اللي شفته في قسنطينة خلاني مجمدا، قلت مستحيل أن نكون نعرف أن في مستشفى جامعي لمدينة العلم قسنطينة يكون هكذا. صراحة مش اللي ذكرته إلا 1%. إن شاء الله إذا زرت مكان آخر حتى ونشوف أشياء، إن شاء الله لا الشيء اللي راهو يجيني وكلش يعطيني باللي الامور راهي تتحسن شويه. السيد الوزير تجاوزت كثيره راهي في المستشفيات، البارح طاقم الشروق تعرض للاعتداء في مستشفى قرني، يعني احنا كصحفيين نندد. صحفية تعرضت للضرب والمصور تعرض للضرب من طرف الأعوان ومستخدمي القطاع. لماذا؟ أعطيك السبب. راحوا يغطوا نشاط. هل كان عندهم تصريح؟ الاحتجاجات مع الوزير. هنا شوفي الشفافية نتاعنا والصراحة، حتى الشيء اللي يقولوا أنايا خارج ما فيش، ما عنديش أنا ما عنديش تعليمات باش نكذب. لا بصح نشوفوا الأسباب ونشوفوا كيفاش عملوا. يعني مهما كانت الأسباب نتعرضوا للضرب وحنا نأديو في المهنة تاعنا. لا ماهوش مقبول يتعرضوا لا هما لا مسامحين التغطية ومسامحين التغطية، لأنكم أنتم اللي تجيبوا الحقيقة وتروحوا في الليل وهذا عملكم وتجيبوا المعطيات. لكن نتأسف كثير أن في عملكم تعارضوا مع القطاع الصحي. خليني نشوف وخليني نهدى الأمور خير أحسن.